مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة جديدة عبر شاشة الفلوجة. شد وجذب بين هذا وذاك، تنافس وصراع من أجل المنصب دون هموم الواطني والوطن، ليكون صراع المفضوح المآرب العنوان الأبرز للكتل السياسية. الأحزاب الخمسة الشيعية الحاكمة شهدت حراكا فاعلا لنيل منصب رئيس الوزراء واختيار الكتلة الأكبر. ذلك الحراك لم يستثني الكتل السنية الذي يجري داخلها في محاولة منها للاتفاق على مرشح رئاسة البرلمان المخصص عرفا ومحاصصة للأحزاب السنية. المنصب هذا سيعتمد بطبيعة الحال على شكل التحالفات السياسية المقبلة وعامل القرب من الكتلة الأكبر، فيما لا يزال الكرد بين شد وجذب أيضا لاختيار رئيس الجمهورية المقبل. يبقى القول الفصل للاعبين الدوليين والإقليميين على ما يبدو بعد سعي كل طرف لبسط نفوذه من خلال تأثيره في قرارات الكتل. فمن سيقول للعراقي وأهله ها أنا ذا؟ نقاشات الاتفاق على حسم مرشح منصب رئيس الوزراء الجديد لم تحسم إلى غاية الآن بين الأحزاب الرئيسة الخمسة الشيعية الحاكمة، على الرغم من أهميتها في ظل احتدام الصراع والتنافس الذي بدا واضحا بين تلك الأحزاب. زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي أكد أن مسألة تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى ستحسم خلال الأسبوع المقبل، فيما أضاف نواب عن دولة القانون أن الخريطة السياسية للقوى الفائزة هي التي ستفرض الأشخاص الذين سيتولون المناصب المهمة في الدولة، مستبعدين تشكيل حكومة قوية في ظل ما أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية. أعضاء عن كتلة الأحرار أكدوا أن جميع الأسماء التي جربت سابقاً وتطرح اليوم لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل لن تطال المنصب، فيما كشف أعضاء عن تيار الحكمة أن توجه الكتل السياسية سيكون نحو تشكيل حكومة تكنوقراط حزبية تتحمل الإخفاقات الحاصلة في العملية السياسية وسوء الخدمات والفساد المالي والإداري. وبالتزامن مع حراك تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى الممهدة لانبثاق الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، يجري حراك آخر لا يقل أهمية في الأوساط السياسية السنية للاتفاق على مرشح رئاسة البرلمان المخصص عرفاً للأحزاب السنية، لا سيما بعد الأهمية الكبيرة التي حظي بها المنصب من خلال قدرته على تعطيل قوانين وإقرار أخرى لتكون هناك كتلتان تسعيان لهذا المنصب. ليؤكد أعضاء داخل تحالف القوى العراقية أن فوز المرشح بمنصب رئيس البرلمان سيعتمد على طبيعة التحالفات السياسية المقبلة وقربه من الكتلة الأكبر. الأكراد ليسوا أفضل حالاً من بقية الكتل والأحزاب، فبالإضافة إلى الانشقاقات التي شهدتها بعض الأحزاب الكردستانية، لا يزال الخلاف على منصب رئاسة الجمهورية والوزارات السيادية سيد الموقف، والذي قد يغير من شكل الخارطة السياسية الكردية بعد تأكيدات النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيب نجيب أن الكتل السياسية قد تتفق على استبدال بعض المناصب فيما بينها، ومنها استبدال رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية. خلاصة الوضع السياسي تفيد بوجود أزمة ثقة عميقة بين الأحزاب والكتل لتغيير قواعد اللعبة السياسية ومحاولات إنهاء هيمنة الدولة العميقة وسط محاولات خارجية للتأثير على قرار الكتل السياسية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في هذه التغطية. من بغداد السيد ليث العذاري عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق، مرحبا بك سيد ليث. ومن أربيل على الهواء مباشرة
السيد عرفات كرم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني. كان من المفترض أن ينضم معنا في هذه التغطية مشاهدينا الكرام السيد طلال الزوبعي القيادي في تحالف القرار العراقي، لكن في اللحظات الأخيرة اعتذر السيد الزوبعي وعسى أن يكون المانع خيرا. أرحب بضيفي الكريمين، أبدأ معك سيد عرفات كرم من أربيل. بتصريح سابق لحضرتك تقول بي أنه العبادي يقيل من يريد، يعين من يريد بلا رقابة ولا محاسبة. طيب إذا لهاي الدرجة الامتعاض واصل بالديمقراطي الكردستاني مع السيد العبادي، هل هذا بالضرورة يعني أن الديمقراطي الكردستاني سيدخل في تحالف مع الجهة المناوئة والطرف الآخر في حزب الدعوة المتمثل بإئتلاف دولة القانون مثلا لتشكيل الكتلة الأكبر؟ تفضل سيد عرفات. شكرا جزيلا وتحياتي للمشاهدين ولضيفك الكريم. حياك الله. طبعا خلال تجربتي لأربع سنوات في مجلس النواب العراقي، أتذكر عندما فوضنا السيد العبادي، مجلس النواب فوضه كامل الصلاحية والشعب أيضا فوضه كامل الصلاحية والمرجعية الدينية أيضا أيدته مطلقا، ومع ذلك لم يحرك ساكنا. أنا عندما قال سأقضي على الفاسدين فإذا بالفاسدين يقضون عليه، عندما قال أراد أو أكد أنه يريد حصر السلاح بيد الدولة فأصبحت الدولة بيد السلاح، يعني انعكست الأمور كلها. فلذلك أعتقد جازما من خلال تجربتي وبحوثي ودراساتي أن الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي فشل في إدارة البلدان المسلمة. لا أريد أن أتحدث عن الإسلام السني مثلا في مصر وفي مناطق أو في بلدان أخرى، وفي العراق متمثلا بحزب الدعوة، هذا الحزب العريق الذي تكون في الخمسينيات لم يستطع هذا الحزب أن يدير هذا البلد ففشل فشلا ذريعا. فلذلك حان الوقت لكي نبحث عن بديل آخر. طيب. بحيث هذا البديل يكون وهذه المسؤولية سيد تركيزه سيد الأول. هذه المسؤولية أيضا تقع على عاتقكم أنتم في مجلس النواب، فوضتوه للرجل وما تمكن من أدواته وما سيطر على الفاسدين ولا حاسبهم. طيب سحبوه للتفويض، حاسبوه أنتم، استضيفوه في مجلس النواب. هاي نحن سابقا نعم طبعا مع الأسف الشديد أخي الكريم، مجلس النواب تحول إلى مع الأسف إلى ناد لعقد صفقات. تحول يعني جميع الاستجوابات التي حصلت في هذه الدورة، وأنا قد كتبت مقالا حول هذا الموضوع، جميع الاستجوابات التي حدثت وحصلت في مجلس النواب العراقي كانت استجوابات سياسية. لم يكن الهدف من هذه الاستجوابات محاسبة الفاسدين وأيضا مساعدة الفقراء والمساكين والمواطنين العراقيين، إنما كان الهدف أغراض حزبية شخصية سياسية. لذلك مجلس النواب لم يكن ذلك المجلس الذي كنا نتخيله. يعني مجالس النواب في الدول المتقدمة باعتباره أعلى سلطة في البلد حقيقة تراقب الحكومة وتحاسبها، لكن كلما أردنا أن نحاسب وزيرا تعقد صفقة ما فيتنازل المستجوب عن استجواب المستجوب. ولذلك حقيقة مجلس النواب لم يستطع أن يراقب الحكومة ولم يستطع أن يؤدي دوره المهم. طيب. لأنه بسبب هذه الصفقات وبسبب هذه المهاترات السياسية. ألا يؤسفنا جميعا أنه مجلس النواب تحول إلى قراءة بيانات وقراءة الفاتحة في المآتم وإلى يعني أمور حقيقة لا تتعلق بهموم المواطنين. ولو تحدثنا عن القوانين التي شرعت في الدورة الثالثة، أكثر هذه القوانين لا علاقة لها بهموم المواطنين، كانت إما قوانين أيديولوجية مذهبية وإما قوانين حزبية سياسية ضيقة. فلذلك حقيقة نحن في مجلس النواب فشلنا ومجلس الوزراء أيضا فشل، فهذه الطبقة السياسية فشلت. أعتقد أنه قد حان الآن لكي نرشح شخصا
يكون همه الأول والأخير المواطن العراقي. طيب. لذلك حقيقة أنا عندما أقول وأتحدث بهذه الصورة عن السيد العبادي لا يعني أننا قد رشحنا شخصا آخر، نحن لم نقرر من سنرشح ولم ندخل في تحالفات. هذه الأمور راح نناقشها بالتفصيل سيد عرفات، حقيقة راح نناقشها ويا حضرتك، أنا أعتذر منك على المقاطعة لكن راح نناقشها ويا حضرتك بالتفصيل، وراح نعرف مسارات الديمقراطي الكردستاني بما يتعلق بتشكيل الكتلة الأكبر وشروط الكرد. دعني أرحب بضيفي من بغداد السيد ليث العذاري. سيد العذاري مرحبا بك. بكل حكومة تتمخض عن انتخابات من 2003 إلى حد هذه اللحظة الكل ينادي بإبعاد المحاصصة، لكن لما تجي المفاوضات توصل إلى مراحلها النهائية كل من دا يقول وين حصتي؟ شقد نحتاج بصريح العبارة حتى نوصل مرحلة نضج ديمقراطي نتجاوز بيه محاصصة طائفية ونتجاوز بيه كل الأمور في سبيل تشكيل حكومة وطنية همها الوحيد هي خدمة المواطن العراقي؟ تفضل سيد العذاري. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. حياك الله. في الحقيقة يعني يجب أن نقدم تقدمة بسيطة لكي ندخل في صلب الموضوع. الأخ الضيف ذكر وركز عن شيء وغابت عنه أشياء. في الحقيقة لم يكن هو الفشل فشل الإسلام السياسي، لأنه الدستور ليس إسلاميا حتى نحمل الإسلام كل هذه التبعات. الدستور علماني، و60% من الذين يعتلون المناصب العليا والوكالات والمدراء العامين 60% هم من العلمانيين. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لا بأس أن يتحمل جزء من هؤلاء الذين يدعون أنه في انتماءاتهم السياسية إلى الإسلام، لكنهم لا يمثلون الإسلام، كما أن اليوم الأحزاب المسيحية لا تمثل المرجعية المسيحية، وأيضا الأحزاب السنية لا تمثل المرجعيات السنية. طيب. إذن باختصار نحن اليوم أمام قضيتين مهمتين يجب أن نناقشها في جذور وأصل العملية السياسية التي أنتجت هذه الأنظمة على مدى هذه الحكومات على مدى 15 عاما. أولا المحاصصة التي وضعها الأمريكان، كتلة سنية وكتلة شيعية وكتلة كردية، وهذه الثلاثية للأسف هي التي أنتجت المحاصصة. ونحن اليوم في قائمة الفتح، ويعني وأخص صادقون بهذا الذكر، وأنا المتحدث الرسمي باسم كتلة صادقون النيابية، أننا اليوم وعلى لسان سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعلي لن نقبل بأن نشارك بأي حكومة محاصصة وأن نرجع إلى المربع الأول، لأنه نحن قدمنا التضحيات وحصل ما حصل من سقوط هذه المحافظات نتيجة الفساد والإرهاب الذي عم. هذا تمهيد لكونكم بالمعارضة المقبلة إذا صارت معارضة سيد العذاري بصريح العبارة؟ لا لا، إذا سمحت لي. تفضل. اليوم عندما نتحدث في العملية السياسية، ما هو التغيير الذي يجب أن يحصل؟ التغيير الذي يجب أن يحصل مو أنه الكتلة الشيعية اليوم واجبها أن تعطي رئيس وزراء. أنا اليوم نظامي برلماني، والبرلماني معناه حكم الأكثرية، مو حكم الشيعة أو حكم السنة أو حكم الكرد، وإنما حكم الهوية الوطنية التي حسب القانون تنتجها الأكثرية، والأكثرية عند ذلك هي ترشح رئيس وزراء، ترشح مجمل الرئاسات الثلاثة. اليوم عندما نعتز بهويتنا الوطنية ونبتعد عن الطائفية ونبتعد عن المكوناتية، عند ذلك من الممكن فعلا أن نقول أن هناك عملية ديمقراطية منتجة لنظام برلماني يؤدي إلى إنتاج حكومة تخدم المواطن العراقي. أما أن نبقى على ما تفضل به الأستاذ، هناك تفويضات وهذا من يعين وهذا على حساب المحاصصة وهذا على حساب التوافقية، هذا لن يقدم للمواطن أي خدمة. والدليل أنه المرجعية أكدت على إسراع بتشكيل الحكومة من أجل تقديم الخدمة إلى المواطن. هل تعتقد بعد 15 سنة من المعاناة المواطن أن يستطيع أن يعطي بعد فرصة أكثر من هذه الفرص؟ لن نقبل، نحن أيضا لن نقبل، ونحن لم نلوث بالإدارات التنفيذية ولا بالفساد أن تضيع هذه المنجزات وهذه التضحيات وهذه الإجراءات. ومشاركتنا أيضا في العملية السياسية هو من أجل تصحيح مسارها الذي هو كان مبتنى أمريكي لوضع العراق في حالة الفوضى. من المستحيل على أي رئيس وزراء، وأنا أؤكد لك إلى اليوم لم نناقش
كقائمة فتح أو كصادقون، لم نناقش أسماء لرئاسة الوزراء، وإنما ناقشنا برامج نشترك فيها. طرحنا ورقتنا التي تشتمل على مجموعة من الأوراق، كما طرح غيرنا مثل كتلة سائرون، وسماح السيد مقتدى أيضا طرح ورقته للنقاش التي فيها مواصفات. لم نطرح أي اسما للتفاوض. نحن اليوم أمام مشتركات وطرح لبرامج خدمية، برامج حكومية تنفيذية على الحكومة أن تضعها بمدة زمنية. أما أن تعود إلى نفس الدائرة ونفس المربع الذي هو هذه حصة الكرد وهذه حصة السنة وهذه حصة الشيعة، فأعتقد أن النتائج تتبع المقدمات، فإذا كانت المقدمات فاسدة فالنتائج ستكون أفسد، وإذا كانت المقدمات صحيحة لإنتاج عملية ونظام سياسي حقيقي فأعتقد أن النتيجة صحيحة. طيب، لا يمكن تحميل الكل، لا يمكن تحميل جزء من هذه المشاكل. اليوم ليس رئيس وزراء فقط هو المعني، الوزراء هو ترشيح مصدرهم، الكتل التي رشحتهم، وهي هذه الكتل هي المشاركة بالفساد. طيب، قضية أن اليوم الإصلاح لا يتحملها رجل ولا كتلة ولا قائمة، كل الأحزاب السياسية للأسف هي التي شاركت بالفساد، وهي التي تتحمل المسؤولية، وعلى رأسها، وأؤكد هنا، وعلى رأسها السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، لأنه هو أعلى سلطة في العراق. طيب، خلينا نسأل عضو البرلمان السابق سيد رعد الدهلكي اللي ينضم لنا عبر الهاتف. سيد الدهلكي، مرحبا بك. شلون تشوف مسارات تشكيل الكتلة الأكبر حاليا؟ قبل هذا، قبل تجاوبني على هذا السؤال، سلسلة امتعاض واتهامات بالفشل للسلطة التشريعية في العراق، ساهمت بتعزيز المحاصصة، ساهمت بالكثير من الإخفاقات. اليوم المسارات راح تعود بحكومة يعني أشبه بسابقاتها، أم أن الأمور ربما اختلفت؟ تفضل سيد الدهلكي. بعد التحية والتقدير لك سيد الكريم، وإلى ضيوفك الكرام، وإلى مشاهدين قناتكم الكريمة. يعني حقيقة الجميع يعترف بأن هناك فشل في العملية السياسية منذ 2003 لحد الآن. الفشل جاء بسبب أنه التغيير الذي حدث في العراق هو تغيير خارجي وليس داخلي. لذلك كانت التدخلات الخارجية واضحة في العمل داخل العراق خلال الفترة الماضية 14 أو 15 سنة الماضية. الفشل لا يرمى على جهة، والضيف الكريم تكلم بأنه تحمل الفشل هو السلطة التشريعية. أنا أؤكد لأنه السلطة التشريعية هي أول من قررت أن يكون هناك دستور في ظرف استثنائي صعب، وكتب الدستور في إملاءات خارجية. لكن سيد الدهلك، هناك إجماع من ضيفي على أن السلطة التشريعية للبرلمان، عذرا منك على المقاطعة، ولكن ضيفي الآن يتحدثان بسلسلة من الإخفاقات، البرلمان، السلطة التشريعية لم يقدم شيئا من القوانين يلامس حياة المواطن، وبالتالي ننظر الآن إلى حركة وموجة من الاحتجاجات الشعبية في المناطق الجنوبية. هذا الحال يعني ربما يتصاعد الاعتصامات وإلى عصيان مدني. كل الاتهامات الآن على السلطة التشريعية، سواء بالفساد أو بعدم إقرار قوانين تمس حياة المواطنين. إلى هذه الدرجة كان البرلمان سيئاً؟ سيد الكريم، يعني البرلمان سلطة تشريعية، تتكلم سلطة تشريعية رقابية وتشريعية. الرقابة على الفساد وتشريع القوانين، التنفيذ أمام بيئة السلطة أو وصلت للمرحلة الأخيرة بأن تختزل في حزب أو جهة معينة فقط، وليست في كتلة أو مشاركة في القانون في القرار. لذلك عندما تكلمنا بالماضي أن هناك خلل في دورة المؤسسات، لا توجد دورة مؤسسات بل توجد دورة سلطة، وكانت هناك امتعاض من المحافظات الوسط، كان هناك من يرفض هذا الكلام ولا يقبل حتى أن يسمع، لكن اليوم
الفشل وصل الى كل العراق، استشرى في كل العراق. اليوم الفشل الجميع شارك فيه، يعني ما اريد ابرر السلطه التشريعيه، لكن السلطه التنفيذيه هي تاخذ على عاتقها الاكبر لان بناء دوله المؤسسات هي امام السلطه التنفيذيه وليست السلطه التشريعيه. بناء دوله السلطه جاء من خلال احزاب ارادت ان تسيطر على المشهد. انا اعتقد انه اليوم الظرف استثنائي وتشكيل هذه الحكومه القادمه في ظرف استثنائي يجب ان يكون ايضا حتى التشكيل استثنائي. انا داعم وبشكل وبقوه ومؤيد لما تكلم به ضيفك الكريم الفتح بانه يجب ان تكون هناك دوله مؤسسات حقيقيه، يجب ان يكون هناك منهاج وليست العمل او التفاوض حول مناصب. المناصب تاتي وتذهب، لكن منهاج الدوله الغائب منذ اكثر من 14 سنه او 15 سنه، منهاج الدوله نراه في الاتفاقيات او في الحوارات اثناء فتره المفاوضات وتشكيل الحكومه، وبعد تشكيل الحكومه ورقه الدوله او ورقه المنهاج الحكومي توضع على الرف ولا يوجد هناك من يقراها حتى مو بس ينفذها. لذلك ذهاب السلطه التنفيذيه في الاستحواذ على كل شيء وعدم سماحها لاي جهه ادى الى ما آلت عليه الامور حاليا. نحن في ظرف صعب، علينا ان ندوس على جراحنا وان نخطو خطوه حقيقيه باتجاه اعمار وتقديم خدمات الى الجنوب واعمار المناطق الوسطى واعاده النازحين. اليوم وكانه اليوم المحافظات الوسطى انتهى منها المشوار والنازحين يعيشون بامان واستقرار ولم يذكروا بسبب ما آلت عليه الظروف من مظاهرات الحاليه. انا اعتقد انه اليوم سيد الدهلكي اذا سمحت لي نحتاج الى جلسه حقيقيه وواقعيه وخارطه طريق حقيقيه لبناء دوله مؤسسات تعمل على انقاذ العراق وعبورهم من بر الى بر الامان. طيب اذا سمحت لي، يعني شكل التحالفات السنيه الان، مسارات التحالف للكتل السنيه، خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها، من الاقرب للقوى السنيه الفائزه بالانتخابات؟ من الاقرب لان يتبوا رئيس رئاسه البرلمان لانه عرفا خلينا نسميها بمسمياتها ايضا محاصصه ايضا هو للسنه؟ نعم. لا اليوم تحالفات الكتل السنيه تختلف عن تحالفات الكتل الشيعيه ولا تختلف عن تحالفات بذات الكتل الكرديه. اليوم لا يوجد هناك كتل متحالفه بالكامل مع بعضها، هناك انشقاق او اختلاف في الرؤى. سمعت نقول انشقاق، هناك اختلاف في الرؤى ما بين الكتل السياسيه. اليوم التحالف الشيعي يتكون من محورين والنصر يقف في الوسط، في الوسط ما بين الاثنين، وكذلك التحالف الكردي اليوم لحد الان لم يتفق على بناء تحالف واحد، وكذلك التحالف السني. اليوم السنه او الاغلبيه السنيه او السياسيه السنه او الكتل السنيه حتى نحدد هذا الاسم هي قريبه على من يحمل منهاج الدوله ومن يحمل منهاج يطبق ورقة السنة التي كتبت لحد الآن لم تعلن بشكل واضح وصريح للكتل، لأنه لحد الآن لم يوجد هناك مفاوضات حقيقية. لحد الآن هي مجاملات ما بين الكتل السياسية، جلساتهم وتواصلهم ولقاءاتهم هي مجاملات وليست تفاوضات. لحد الآن تتقي إلى مستوى التفاوضات. لذلك من يذهب إلى تحقيق الورقة السنية سيكون هو قريب على الكتل، هذه الكتل. طبعا أنا ما أريد أتكلم بشكل واضح على الكتل السنية، لكن أنت ذكرت إياها. هناك الكتل، نحن في القائمة الوطنية بقيادة الأستاذ إياد علاوي لدينا ورقة واضحة، وهناك تقارب ما بين الجهات الأخرى السياسية التي نعمل على إنشاء تحالف واضح خلال الأيام القريبة القادمة ليسير باتجاه الكتل الأخرى لتشكيل الكتل الأكبر التي تعمل على تطبيق المنهاج الحكومي الحقيقي. طيب طيب انا راح ارجع لك بسؤال اخر سيد الدهلكي بعد ما يعني اسال السيد عرفات كرم. سيد عرفات كرم، انتم في الديمقراطي الكردستاني، من الاقرب لكم الان؟ شنو شروطكم لدخول المفاوضات لتشكيل الكتله الاكبر؟ البعض يتحدث عن شروط وصفت بانها تعجيزيه، خليني اسمع منك بالبدايه ومن ثم نناقش القضيه. اولا قبل الاجابه على هذا السؤال، استغرب جدا من يتحدث او يرفض المحاصصه.
يعني بموجب الدستور العراقي، العراقي تكون يعني هو بلد المكونات. يعني من يرفض المحاصصات نسأله هذا السؤال: هل تقبلون أن يصبح كردي رئيسا للوزراء؟ وهل يقبل الشيعة أن يصبح السني مثلا رئيسا للوزراء؟ إذن هذه هي المحاصصة. يعني النواب الشيعة دائما يؤكدون أنه رئاسة الوزراء خط أحمر، إذن هذه حصتك، إذن اعترفت للمحاصصة. الآن تم توزيع الحصص، حصة رئاسة الوزراء للشيعة وبرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية الكردية، إذن هذه المحاصصة. وهذه المحاصصة ليست سلبية، هي إيجابية، لأن العراق ليس بلد قومية واحدة، بلد قوميات مختلفة وأديان مختلفة، لا بد من اللجوء إلى المحاصصة. وأنا سألت قبل شوية طائفة تأخذ هذا المحور. أستاذ عرفات، أنا سألت بنفس هذا المحور، أنا سألت وقلت ليش أو ليش وقت إحنا نوصل للمرحلة من النضج ونتجاوز هاي المحاصصة ويتم الإتيان بحكومة كفوءة، حكومة حازمة خلينا نسميها تعتمد الكفاءات، ومن باوع هذا؟ شنو انتماءه هذا؟ قومي؟ هذا طائفي؟ مستحيل، هذا مستحيل. لأنه كل طائفة تؤكد على حصتها، كل طائفة، كل قومية تبحث عن مصالحها. دعني أتي إلى سؤالك الذي سألتني سابقا. نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني نحن إلى الآن لم نرشح شخصا ولم نتحالف مع جهة. أقرب جهة إلينا هي الجهة التي تلتزم بالدستور. طيب، لذلك فليكن واضحا للمشاهدين الكرام، نحن إلى الآن يعني في برنامجنا الذي أعدناه مع الاتحاد الوطني الكردستاني لم نتحدث عن المناصب. نعم، الاتحاد الوطني الكردستاني رشح شخصا لرئاسة الجمهورية، لكن هذا مجرد مقترح. طيب، نحن أولا في هذا البرنامج عندما نتحاور مع بغداد نركز على قضيتين أساسيتين مهمتين. القضية الأولى تطبيق الدستور، ثانيا إعادة التوازن والتوافقات السياسية. أخي الكريم، لو الكرد لو حصلوا مثلا الآن 50 مقعدا، ماذا سنفعل في البرلمان العراقي؟ سيلجؤون إلى الأغلبية السياسية، وقد شرعوا كثير من القوانين التي تعارض مصالح شعب كردستان. فليكن مجلس النواب العراقي كمجلس النواب اللبناني، لا يمكن لقانون أن يمر في البرلمان إلا بعد موافقة الجميع، لأن هذا البلد يتكون من مكونات وأديان ومذاهب وقوميات. فلذلك عندما نتحاور مع بغداد نتحاور على هذه النقاط: إعادة التوازن، أنه لا بد أن يتعامل مع الكرد كأمة كشعب، لا أن يتعامل مع الكرد على أساس كم من المقاعد يملكون. فلذلك أعتقد أنه الركيزة الأساسية إعادة التوازن، لأنه لا يمكن للظل أن يستقيم إذا كان العود أعوج. نحن بحاجة إلى إعادة التوازن، يعني قبل السقوط وبعده اتفقنا على أنه هذا البلد لا بد أن يدار بهذه الطريقة. هناك مكون شيعي، هناك مكون سني، هناك يعني قومية كردية وقومية أخرى مع احترام للجميع. لا بد حقيقة أن نلجأ إلى التعامل الصحيح والأنجع مع هذه المكونات. يعني الذي حصل في الآونة الأخيرة، يعني ربما يسأل المشاهد هذا السؤال: لماذا لجأنا للاستفتاء؟ نحن عندما أجرينا هذا الاستفتاء يعني وصلنا إلى مرحلة اليأس، أن هذا الدستور لا يمكن أن يطبق. لذلك حتى زميلنا الذي تحدث عنه دستور علماني، أولا هذا الدستور ليس علمانيا، هو دستور مدني. والأمر الآخر يعني دعنا نفرق بين الإسلامي والمسلم، فكل إسلامي مسلم وليس كل مسلم إسلاميا، هذا التنظيم سياسي وهذا دين إلهي معصوم. طيب، لا يشوبه خطأ ولا أمر. هسه التحديات كثرت سيد عرفات، برنامجنا حقيقة سيد عرفات التحديات الآن كثرت. نعم، يعني الكرد يطالبون منذ عام 2010، تشكيل حكومة 2010، 2014 تنفيذ المادة 140، مطلب أساسي للكرد في كل مفاوضات تشكيل حكومة. الآن التحديات كثرت، الآن الحديث عن مطالبات الديمقراطي الكردستاني بمنصب محافظ كركوك مرة أخرى، عودة قوات البيشمركة إلى كركوك، أمور أخرى تتعلق بمحافظة كركوك بعد ما جرى في أكتوبر 2017. لا أخي الكريم، أولاً فليكن واضحاً، جميع مطالبنا هي مطالب دستورية وليست تعجيزية. يعني على سبيل المثال، يعني وزير خارجية تايلاند عندما وقع وثيقة ثم تبين له أن هذه الوثيقة تخالف الدستور التايلاندي قدم استقالته.
الدستور العراقي يتم خرقه ليل نهار، لا أحد يحرك ساكنة، لا أحد يتحدث، المحكمة الاتحادية صامتة. نحن حقيقة عندما نتحدث عن هذه الشروط هي شروط دستورية، يعني عودة البشمركة للمناطق المتنازع عليها، أليس هذا موافقا للدستور؟ عندما نقول المناطق المتنازع عليها، التنازع في اللغة أن هناك طرفين يتنازعان في شيء. الأمر الآخر تطبيق المادة 140، أليست مادة دستورية؟ يعني أليس خرق مادة واحدة في الدستور خرقا للدستور كله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الكفر ببعض الآيات كفر بكل الآيات. فلذلك تطبيق الدستور لابد أن يتم تطبيقه كليا وليس انتقائيا. السيد العبادي ما الذي فعل في الآونة الأخيرة؟ كان ينتقد الدستور، يعني المادة التي في صالح بغداد تطبق هذه المادة، والمادة التي ليست في صالح بغداد تهمش، أو نقول مثلا لا تهتم بهذه المادة، أو ربما تعطل هذه المادة. فالمشكلة الحقيقية في العراق في حقيقة إذا أردنا أن نعيد لهذا البلد وحدته ولهذا المجتمع لحمته، لابد أولا أن نركز على تطبيق هذا الدستور، لأنه ورد في الديباجة وفي المادة الأولى من الدستور أنه هو الضامن الوحيد لوحدة البلد. فلذلك لا يمكن الحفاظ على وحدة البلد إذا لم يكن هناك حفاظ على وحدة الشعب. لابد السيد العبادي أن لا يفرق بين مكونات الشعب العراقي. هناك مثلا مدينة موصل منكوبة، مدن المحافظات الغربية منكوبة، لابد أن يتعامل معها كمكون أساسي في العراق، يتعامل مع كردستان الموازنة المقطوعة منذ 2014، ويتعامل مع جميع مكونات الشعب العراقي. فالمشكلة الحقيقية في العراق أنه يعني منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 إلى الآن لم يأتي رئيس وزراء عراقي يهتم بجميع مكونات الشعب العراقي. إما أتى واهتم بطائفة معينة، وإما اهتم بحزب معين، اهتم بأيديولوجية معينة. نحن نريد رئيس وزراء عراقي يكون همه الأول والأخير المواطن العراقي من زاخو إلى فاو، لا يفرق بين مكونات الشعب العراقي. الذي حصل في خلال 15 عاما مع الأسف الشديد أنه هذه الطبقة لم تستطع أن تحقق العدالة الاجتماعية في هذا البلد. فكيف يمكن أن تصنع الانتماء لهذا المواطن الذي لا يشعر بالانتماء إليه؟ أنا عندما كنت طالبا في الموصل كنت أفتخر بعراقيتي، وكنت يعني في جميع المناسبات. أما هذا الانتماء الذي كنت أتحدث عنه، هل بقي كما هو أم أنه تزعزع وتزحزح عن أساسه ويعني في مكانه؟ قبل لا أنتقل للسيد ليث العذاري، فقط بقى عندي سؤال واحد مع السيد رعد الدهلكي عبر الهاتف. سيد الدهلكي مرحبا بحضرتك من جديد. الآن الكتل السنية ستقترب من مشروع المعارضة، من مشروع الأغلبية السياسية إذا ما تمت يعني تمت الوصول إلى مراحل متقدمة فيه، تم الوصول إلى مراحل يعني فاعلة، أم أن للمسارات السنية تشابه مع ما جرى خلال تشكيلات حكومية مضت؟ باختصار لو سمحت لي. لا، هو لحد الآن الكتل السنية هي جهتين وليس جهة واحدة. فأكيد أنا أعتقد أن العراق اليوم انقسم طولا وليست عرضا كما في السابق. لذلك كان هناك جهة تشارك في العملية السياسية، هناك جهة معارضة للسنية، وهذا تحصل حاصل وهذا جيد. لكن المشاركة للعملية السياسية هي المشاركة لأجل المشاركة، مثل كل السنوات الماضية. السنوات الماضية كان الجميع يشارك لأجل المشاركة فقط، لا يوجد هناك منهاج وبرنامج. أنا أعتقد إذا اليوم نذهب إلى تشكيل حكومة بدون منهاج وبرنامج، مو السياسيين راح يحصلون شيء أو لا وما يقدمون شيء، لكن الشعب هو اللي راح إذا اليوم رافضهم فسيعمل على إسقاطهم بالكامل، لأنه الوضع استثنائي وليس روتيني كل تشكيل حكومة. أكو اتفاق على مسمى معين لمنصب رئاسة البرلمان سيد الدهلكي؟ ومن يذهب بس من يذهب إلى رفض المحاصصة عليه أن يطبق الأمر على شخصه أو على جهته، قد يطبق على الآخرين لكي يكون أمام بلد حقيقي يطبق على الأنفس، بعدها يطبق على الغير. إيش كم اسم مطروح حاليا من الكتل السنية لمنصب رئاسة البرلمان؟ يعني لحد الآن بالتفاوضات الرسمية لا يوجد أي اسم، ولا نتكلم بأي مسمى أو أي منصب. جائز مثل اللقاءات الفرعية وفي الأجواء وفي الغرفة المظلمة الكلام الفردي،
هذا موجود، لكن بشكل رسمي وحقيقي وبورقة مقدمة من اتحاد الجهات الوطنية والكتلة الوطنية والجهات نفسية لم ترشح لحد الآن أي شخص إلى البرلمان بشكل رسمي. طيب أنا أشكرك الشكر الجزيل النائب السابق في البرلمان العراقي سيد رعد الدهلكي، كنت ضيفنا عبر الهاتف في هذه التغطية الخاصة. سيد العذاري نعتذر تأخرنا عليك، لكن بودي أسألك هذا السؤال، هنالك شيء من التحليل لما يجري بين الأروقة السياسية في هذا التوقيت بالذات، ثم من يتهم تحالف الفتح ائتلاف دولة القانون جهات أخرى سياسية فائزة في هذه الانتخابات بأنهم يحاولون تحييد الفائز الذي لا يستطيع بمفرده تشكيل الحكومة وهو تحالف سائرون، هناك تحذير أيضا وخشية من عودة سيناريو 2010 الذي جرى، هل أنتم فعلا تحيدون سائرون وتسعون لتشكيل حكومة الأغلبية، ربما تطرحون مرشحين لرئاسة الوزراء مع إيماننا بأن الكتلة التي فازت لا تستطيع بمفردها أبدا أن تشكل الحكومة؟ سيد العذاري. نعم، أنا سوف أجيبك باختصار عن هذا السؤال، وبعد ذلك أرجع إلى عدة ملاحظات من خلال كلام الضيف الأخ. تفضل سيد العذاري. تفضل. في محافظاتنا الشمالية. هذا الكلام غير صحيح، بل على العكس، هناك حوارات مستمرة مع كتلة سائرون، ويخطر في بالي أنه لحد قريب يعني قبل يومين بالذات أو ثلاثة أيام كان هناك اجتماع وتحاور إيجابي بين الفتح وبين سائرون، وهناك تضافر جهود لمحاولة طرح البرامج ومناقشة الأوراق التي تم طرحها، وخصوصا من قبل سماح سيد مقتدى الصدر، وأيضا من قبل ورقة الفتح التي طرحتها بعد خطبة المرجعية، والتي أكدنا فيها على مجموعة من النقاط الأساسية التي من خلالها من الممكن أن نرسم خارطة طريق لوجود تحالف ضمن إطار الفضاء الوطني الذي نستطيع من خلال مغادرة الطائفية والمحاصصة التي أشار إليها الضيف الكريم. المحاصصة هو يقول أنه الدستور ينص على المحاصصة، أنا أعتقد أنه يجب عليه أن يقرأ الدستور جيدا، وعليه أن يلتقي فقط خليني أناقشك بجزئيتين قبل أتكمل ملاحظات. أنا آسف سيد العذاري، يعني الآن يوجد شيء من التقارب بين الفتح وسائرون، هل سيحظى مثلا، خليني اناقشك ببعض الشخصيات، هذا التقارب موجود بين ليس بين الفتح وسائرون وانما بين جميع القوائم، لكن انا اقول انه هذا التحاور والتواصل مستمر ولا زال. طيب هل سيحظى مثلا، خليني اشخص لك بعض المسميات حتى نتناقش فيها، هل سيحظى مثلا السيد هادي العامري بقبول داخلي وخارجي لمنصب رئاسة الوزراء على سبيل المثال؟ يعني لا أستطيع أنا أن أقيم هذا الوضع، نحن اليوم في قائمة الفتح كما في قائمة النصر اليوم مرشح مثل الدكتور حيدر العبادي، نحن اليوم في قائمة الفتح مرشحنا السيد هادي العامري، لكن ليس هناك خط أحمر على اختيار غيره، بل على العكس نحن عند ندعو إلى الذهاب للفضاء الوطني، بما معنى آخر أنه يجب أن نتفق جميعا على تشكيل الرئاسات الثلاث، على تسمية المرشح رئاسة الوزراء، مرشح رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، وبالتالي لا يجب أن يكون هذا الترشيح حكرا على الشيعة أو حكرا على السنة أو حكرا على الكرد، هذا ضروري يجب مغادرته، أما أن نبقى بهذه المحاصصة التي أشار إليها الضيف أنه الشيعة يأتون ليأخذوا منصب رئيس الوزراء وبالتالي هو يقول يخدم طائفة معينة أو مكون معين، زين أنا أريد أسأله، إذا رئاسة الوزراء كانت محسوبة على الشيعة فما الذي جنته محافظاتنا في الوسط والجنوب من خدمات، وهي اليوم تخرج بتظاهرات كبيرة وعارمة من أجل مطالبة بأدنى مستوى من الخدمات التي من الممكن أن توفر للمواطن البسيط، ما معنى أنه اليوم البلد البصرة لا يوجد فيها ماء، لا يوجد فيها كهرباء، أنا لا أقول لا يوجد وإنما هي تعاني منذ 15 سنة، هذا اعتراف ضمني بالتقصير. لا عزيزي هو يقول أنه رئيس الوزراء يخدم طائفة، ما الذي جناه الشيعة من رئاسة الوزراء؟ ما الذي جناه السنة من رئاسة البرلمان؟ ما الذي جناه المجتمع الكردي من إقليم كردستان؟ حقيقة هذه قضية الديمقراطية والأحزاب التي تدعي فيها، شوف
الواقع الحقيقي هناك حكم لإقطاعية سياسية وليس لعملية برلمانية ديمقراطية. اليوم هو يتحدث يقول أننا يجب أن نلتزم بالدستور، هل هم التزموا بالدستور؟ الانفصال والاستفتاء الذي دعوا إليه هل هو خرق للدستور أم هو التزام بالدستور؟ أنا أستغرب أنه اليوم أنت تريد، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، أنت اليوم تدعو إلى المحاصصة، والمحاصصة أنت تعلم نظامنا برلماني، والبرلماني معناه حكم الأكثرية يا أخي. أنا يعني أحكيها بكل وضوح، هناك تنازل كبير عن حقوق الأكثرية، قد تكون السنة قد تكون الشيعة، وإذا هو قال هل تسمح الشيعة بقبول رئيس وزراء من السنة أو من الكرد، يا أخي يعني أنا أقول من المخجل اليوم في بعد 15 سنة من الوعي والإدراك السياسي أن نتكلم بهذه ولا راح نغادرها سيد العباني. نظريات صدقني أنا سألتك هذا السؤال، أنا قلت لك إحنا المفروض، أنا قلت لك هذا ما ممكن نغادرها الآية. نتحدث إحنا اليوم المفروض من يأتي بالأكثرية، إذا أنت ملتزم بالدستور وبحكم الأكثرية وعليك أن تلتزم، فليس من حقك اليوم لا أن ترشح رئيس إلى الرئاسة، رئاسة العراق، وإنما الأكثرية هي التي ترشح، ليس من حقك أنت اليوم تخرق الدستور بكلامك هذا، وأنت الذي تجانب الصواب. اليوم أنت تتحدث الحزب الديمقراطي الكردستاني، يا أخي وين الديمقراطية في شمال محافظاتنا؟ أين الالتزام بالدستور والمعاهدات يا أخي على الرغم من تعدد الحكومات واختلاف الشخوص لم يصلوا إلى اتفاق مع الحكومة الموجودة في شمال محافظاتنا الحبيبة. لكن أنا أقول ليس فقط هم يتحملون هذا الخطأ وهذا الخلل وهذه الكارثة فيما يدعون أنها ديمقراطية وعملية سياسية، لأننا حقيقة حكم إقطاعيات سياسية، الديمقراطية حكم الأكثرية، بالبرلمان أنت تجي تحقق أكثرية ترشح من هذه الكتلة التي تمثل الأكثرية. يا أخي جيب أنت، جيب أكثرية وأنطيك رئاسة وزراء، لعد أنت ليش موقع وموافق على الدستور البرلماني؟ هذه مشكلتك، أنت اليوم تخرق المفاهيم، أنت اليوم تحاول أن تنظر فقط لفائدتك الحزبية الضيقة، أنت لا تنظر ولا تعتز بالهوية العراقية الوطنية. عندما نتحدث اليوم بهذا الخطاب بهذا المنظور بهذا المستوى بهذا المفهوم، يجب اليوم أن نلتفت أن زراعة الفتنة الطائفية هي من صنيعة أمريكية، ولدت معادلة ثلاثية، القيمة الأولى وضعها بريمر عندما جاء وقال هناك كتلة شيعية وسنية وكردية. إلى متى أنتم سائرون وتستغفلون الشعب العراقي؟ هذا مرفوض. طيب نسمع ردك سيد عفاف كرم. والله أستغرب من يتحدث عن الوطنية وهو يفتخر بولاية الفقيه. الأمر الآخر، الاستفتاء الذي أجريناه طبعا موافق للدستور، ما حد جاء طاري ولي الفقيه صراحة سيد عرفات، حتى بس يكون الحوار متوازن، أنا أعتذر من حضرتك بس ما حد جاء طاري ولي الفقيه أبدا. يعني نعم، يعني لا أعلم لماذا هذا التشبث وهذا التعنت، لماذا هذا يعني أنت تحاول أن تدخل طبعاً الدين يعني والطائفية. دعني أكون صريحاً معكم، لكل يعني إنسان عقيدته يا أخي، من المستحيل، أنت عراقي، من يجب المستحيل أن يكون رئيس وزراء العراقي من كردستان. الأمر الآخر، أنت الآن خرقت الدستور عندما قلت يعني كما كان يقول البعث يونش محافظات شمال العراق الحبيب، ولماذا لم تقول محافظات كردستان؟ أليس هذا خرقاً للدستور؟ الأمر الآخر، نحن عندما أجرينا هذا يعني الاستفتاء أجريناه لأنه في الديباجة ورد، إذا قرأت الدستور بوضوح، إذا قرأت في الدستور في الديباجة عندما يقول أنه هذا البلد يبقى موحدا إذا تم تطبيق الدستور، وإذا لم يتم الالتزام بهذا الدستور إذن هذا الاتحاد لا يبقى كما هو. الأمر الآخر أخي الكريم، يعني نحن الآن كنا في خلال 4 سنوات مع نواب التحالف الوطني عندما كانوا يقولون أنه رئاسة الوزراء خط الأحمر، فلذلك لا أحد يمكنه، يعني مثلا في 2010 عندما كتلة العلاوي حصل على أكثر المقاعد، هل سمحوا للعلاوي أن يكون رئيسا للوزراء؟ بكل تأكيد المحكمة فسرت الدستور
بتفسيرا سياسيا، حيث اصبحت رئاسه الوزراء للمكون الشيعي للتحالف الوطني. بس هو للامانه لم يكن بمقدوره ان يشكل المالكي. ان يشكل بمفرده الحكومه. هسه نفس الحاله، هسه نعاني من نفس الحاله. لا لا، انا أتحدث عن التفسير السياسي لقرارات المحكمه. اخي الكريم، نحن عندما عدنا الى بغداد يعني كنا مستقلين، عدنا إلى بغداد من أجل أن نؤسس دولة ديمقراطية مدنية. الآن ليست هناك لا دولة ديمقراطية ولا دولة مدنية. كثير من القوانين التي هي موجودة في مجلس النواب العراقي هي قوانين طائفية. لذلك كيف يمكن أن يتعامل مع الكرد أن يعيش في هذه الدولة التي فيها قوانين طائفية وفيها أيضا جهات حيث لا انتماء لها لهذا الوطن؟ يعني كثير من قادة الفصائل، بعض الحشد الشعبي، سئلوا عندما تقع حرب بين العراق وإيران، قال عن من ستدافع؟ قال سأدافع عن إيران لأنني تابع لولاية الفقيه. إذن أين الانتماء لهذا الوطن؟ أنا عندما قلت أتحدث عن تاريخ العراق، أريد الرئيس وزراء عراقي يهتموا بجميع مواطنين العراقيين. نحن نريد شخصا عراقيا يهتموا بجميع العراقيين. ما يمثلنا سيد عرفات، ما يمثلهم هذا الرأي؟ مو بالضرورة تصريحات، ربما تكون تصريحات شخصية. يعني نعم، هذا الرأي يعني هذا تفكير محدود وضيق للأسف. الكريم أتحدث، هذا قد قاله أحد قادة فصائل الحج الشعبي، أنه عندما تقع حرب بين إيران والعراق سأدافع عن إيران لأنني تابع لولاية الفقيه، مع علما أن السيد السيستاني ليس مع ولاية الفقيه. وكثير من الكرد أحرقوا العلم العراقي، هل معناه أنه الكل هكذا؟ هذا يعني أعتقد أنه أنا أدين ذلك، أدين كل من أحرق العلم العراقي أدينه بشدة. هذا العلم علم لجميع العراقيين، وأدين كل من أحرق العلم الكردستاني. نعم سيد العذاري. إذن بالتالي لا يمكن الحكم على الجزئيات. نحن عندما نريد أن نعيد اللحمة الوطنية، نريد الوحدة الآن. يعني دعنا نطوي صفحة الماضي، الآن نذهب إلى بغداد نتحاور من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية. طيب دعنا نتحاور. نحن إلى الآن قلنا ليس لنا فيتو على أي شخصية يترشحونه، حتى لو كان السيد هذا العامري، العبادي أو المالكي. المهم أن نشكل دولة تخدم المواطنين. كفى حديثا عن الأيديولوجيات، عن المشاريع المذهبية والطائفية والأيديولوجية والنظرية. دعنا نركز على هموم المواطنين. عندما تحدث زميلك أو ضيفك الكريم عن محافظات الجنوب، أنا حقيقة يعني يؤلمني جدا هذه المعاناة الموجودة في محافظات الجنوبية. لذلك هناك فشل في الإدارة، لأنه لم يستطيعوا أن يقدموا الخدمات لهذا المواطن الذي عانى كثيرا خلال هذه الفترات المحرجة. نحن نريد رئيس وزراء عراقي يهتم بهموم الشعب من زاخو إلى فاو، بهموم شعب كردستان والمحافظات الجنوبية والمحافظات الغربية. لكن المشكلة الحقيقة أن كل رئيس وزراء أتى إنما ركز على جهة معينة. حزب البعث لماذا فشل؟ شلون إجا؟ شلون إجا رئيس الوزراء سيد عفات؟ يعني ركز على التعليم. إحنا ماشيين بحوار جدا موضوعي وحضرتك جدا صريح. شلون إجا رئيس الوزراء؟ إجا عن طريقكم. أنتم كنتم حلفاء رئاسة الوزراء، أنتم من رجحتم الكفات لطيلة حكومات ماضية وسنوات ماضية. الآن حتى نكون صريحين جدا سيد عرفات، من سيعيد البيشمركة إلى كركوك؟ من سيعيد منصب المحافظ إلى كركوك ستكونون معه. أما إذا أخل بهذه الاتفاقات فمرة أخرى ستعودون بتنادون بعدم الدستورية الإجراءات وعدم مقبولية الحكومة، وبالتالي يمكن ما راح نغادر هاي الدائرة أستاذ عرفات. لا، أولا نحن عندما كنا نرشح شخصا أو مثلا نؤيد شخصا معينا لرئاسة الوزراء، كنا نؤيده لأنه كان يعني التزم معنا واتفق معنا على جملة الشروط مثلا. لكن مع الأسف الشديد عندما يتولى السلطة لا يلتزم بهذه الشروط. يعني مثلا في عهد السيد المالك عندما اتفقنا على 19 نقاط لم يتفق عليه، لم يلتزم بها. الآن عندما يعني نذهب بهذا البرنامج إلى بغداد نتحاور مع بغداد مع هذه النقاط، هذه النقاط ليست نقاط تعجيزية، هي نقاط دستورية. يعني عندما نقول أن يعود البشمركة للمناطق المتنازع عليها، لأنه لولا البشمركة لسقطت كركوك بيد داعش، ولولا البشمركة لما استطاع السيد حيدر بدري أن يحرر مدينة الموصل. والجيش العراقي يعني أو مثلا البشمركة جزء من منظومة وزارة الدفاع، هو لم يأتوا من المريخ. فنحن مطالبنا دستورية، نتحدث عن الوزارة، نتحدث عن الغاز والنفط، نتحدث عن تطبيق الدستور، نتحدث عن تطبيع العلاقات. هذه المشاكل العالقة بين الطرفين هي أشبه بمشاكل التي هي بين دولتين مستقلتين، وكردستان لا زالت جزءا من. حل الأنجع لهذه المشاكل أن يأتي رئيس وزراء يلتزم بهذه الاتفاقات، لا عندما يكون ضعيفا يأتي إلى كردستان
ويطلب المساندة، وعندما يتولى السلطة ينسى كل شيء. هذا ما حصل خلال 15 عاما مع الأسف الشديد. طيب. وهذا ما حصل مع السيد حيدر العبادي عندما نسق مع البشمكة لتحرير الموصل، وعندما حررنا الموصل حتى الأسلحة التي كانت تأتي إلى بغداد لتقديمها للبشمكة كان يوزعها على الأطراف الأخرى، وحتى المساعدات حتى الرواتب. إذن هذا لا يمثل، أو كيف يمكن لشعب كردستان أن يعني ينتمي لهذا البلد الذي يعني يشعر بظلم وغبن كبير من قبل بغداد. سيد العذاري، هاي المشاكل كليتها تتوقعون انه هي مساوئ نظام الشراكه، وبالتالي انتم الان ربما تتبنون نظام الاغلبيه السياسيه وحتى المعارضه البرلمانيه، شنو الحل لتلافي هاي اللي سميتها الاقطاعيات اللي موجوده؟ نعم، انا يعني اود ان اعطيك دليل واضح وصريح على جديتنا في مغادره هذه المحاصصه المقيته و التوجهات الطائفية. أننا اليوم إذا أردنا أن نشكل كتلة أكبر، فأعتقد من يعني من الواجب علينا أن نتحاور فقط مع القوائم الشيعية الفائزة، ولا نحتاج إلى المحاورة مع القوائم السنية أو القوائم الكردية. بعد أن نلملم أوراقنا في البيت الشيعي نستطيع أن ندخل إلى البرلمان ونأخذ رأس الوزراء حسب القانون. لكن نحن جديون في تعاملنا في هذه المسألة ومغادرتها، ومغادرة الطائفية، ومغادرة هذه الحلقة المفرغة التي لن تنتج سلطة حقيقية من الممكن أن تؤدي خدمة وتدير موارد هذا البلد لضمان حياة كريمة للمواطن. نحن ذهبنا خلال مباحثاتنا مع الأخوة في القوام الفائزة في الشيعية، حاورنا الأخوة في القوام السنية، وذهبنا إلى شمال. أنا أؤكد أن تسمية الشمال محافظاتنا الحبيبة هذا لا يعني هو خرق للدستور، لأنه بالتالي هي تعتبر محافظات، لكن هي دستوريا بالمسمى إقليم كردستان. اسمح لي، إقليم هذا خرق للدستور، إقليم كردستان بموجب الدستور العراقي، لا تخرق الدستور. اسمح لي حبيبي، نحن أكثر الناس ملتزمون بالدستور، فرجاءنا الذي يخرق الدستور يعني هو الذي عليه أن يراعي الالتزامات بهذه الجانب. عموما ما أريد أنه أدخل في هذه الجزئية. ذهبنا إلى الأحزاب الكردية في القوائم الفائزة وحاورناهم، وكانت الحوارات إيجابية، وتم طرح مجموعة من المبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها من أجل أن نغادر كما أشرت سابقا. وإلا لو لم نكن جدين فما هي الجدوى من الحوار أصلا مع الأخوة الكرد أو مع القوائم السنية؟ لكان ذهبنا إلى البيت الشيعي وعدنا إحياء التحالف الوطني، وذهبنا بقوة إلى البرلمان ونأخذ رأس الوزراء. لكن هذا واضح من خلال سلوكنا وانعكاسه في أدائنا وحواراتنا، أننا اليوم يجب ونؤكد على مغادرة المحاصصة اللي الأخ الضيف للأسف متمسك فيها، وهو يعلم جيدا أنها سببت كل دمار العراق وانتشار الفساد الذي بدوره أدخل الإرهاب وأسقط كثير من المحافظات. ولولا، وهنا أؤكد، ولولا دور المرجعية الدينية، الإسلام الحقيقي الأصيل هو الذي حفظ وحدة العراق، ونحن حسب الدستور لم نتجاوز على المادة 140، بل للأسف هناك تصريحات صدرت من القادة الكرد أن الحدود ترسم بالدماء. فهل من محاسب؟ هل هو يرضى بهذا الكلام عندما أعلنها السيد مسعود برزاني وقال لن نتراجع عن الحدود التي وصلنا إليها، ولم يسلم المنافذ الحدودية التي هي تابعة للحكومة الاتحادية قانونا ودستورا؟ لماذا أنت تؤمن ببعض الكتاب من الدستور وتكفر ببعض؟ يا أخي، نحن اليوم نعمل بإيجابية من أجل تلافي هذه الإشكالات، نطرح الخلافات على جنب، ونحاول أن نبدأ صفحة جديدة نغادر فيها المحاصصة والطائفية. لماذا هذا التمسك بالجذور السوداء التي بذرتها أمريكا في المنطقة؟ يا أخي، نحن أخوة عراقيون، مصيرنا واحد، معاناتنا واحدة، سواء في الشمال، في الجنوب، في الغرب، في الشرق. سيد العذاري، الوقت بدأ يدركني. الحوارات الآن، التفاهمات شكلية، بقعد عندي نصف دقيقة راح أقسمها على حضراتكم ضيفي الكريمين. الحوارات الآن حوارات نهائية، لو بس هي مجاملات مثل ما قال السيد رعد الدهلكي قبل قليل باختصار.
الحوارات باختصار لا يمكن أن تصل إلى مستوى اتفاقات ما لم تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج. قبل ذلك من المستحيل أو من الصعب جدا إعلان أي اتفاق. بعد ذلك سترى أنه الحراك السياسي والقوائم والحوارات سوف ترتقي إلى مستوى اتفاقات، خصوصا بعد خطبة المرجعية التي دعت إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت من أجل تقديم خدمات حقيقية للمواطن العراقي. بعشر ثواني سيد عرفات كرم. أعتقد أن هذه التحالفات يعني ليست متماسكة، تنهار بين عشية وضحاها. طيب. هي كلها حوارات ليست عميقة ولا جذرية، إلى أن يتم المصادقة على النتائج وبعد ذلك ندخل في حوارات جدية وربما رسمية ونعلن النتائج. شكرا جزيلا لك سيد عرفات كرم القيادي في الديمقراطي الكردستاني، شكرا التقدير العاليين أيضا لسيد ليفي العذاري عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق، شكر وتقدير لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، نلقاكم دائما على خير، السلام عليكم.